السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في من جديد في درس جديد. هنا في هذا الدرس سأقوم بعمل تماما ما قمنا بعمله في الدروس أو في الدرس السابق. ما الذي سأقوم بفعله الآن؟ الآن سأقوم بعمل مجموعة أخرى من الفيوز، سأقوم بإنشاء مجموعة من الفيوز، ولكن حتى نكسب الوقت بشكل صحيح سأقوم بنسخ هذا الكود البرمج كاملا بدلا من كتابته مرة وإلى آخره. وهذا الشيء بالمناسبة مفيد جدا لنا في المحاضرات والأقسام القادمة، خصوصا في موضوع البليت، كيف ننشئ تيملت، كيف ننشئ انكلود فايل، كيف ننشئ مجموعة من الفيوز مترابطة بشكل صحيح حتى نضمن أن لا يتم تكرار المحتوى مرة أخرى، مثل التايتل، مثل البادي، مثل السكشنز، مثل النمبرز، مثل الناف بار وإلى آخره. لذلك أتمنى من الجميع أن يقوم بتنفيذ الخطوات التي أقوم بإنشائها خطوة حتى تصل الفائدة والمنفعة بشكل صحيح. جيد، الآن نأتي إلى فيوز، وبداخل فيوز كما تشاهدون أقوم بعمل نيو فايل. ما اسم هذا الفايل؟ اسمه سيرفيسز. أقوم بإنشاء سيرفيسز دوت بليد دوت بي إتش بي كما تشاهدون، وأنا أقوم بعمل سيرفيسز. تم انشاء السيرفيس. اقوم بعمل بيست للكود هنا كما نشاهد في السيرفيس بالتايتل، كما نشاهد هنا ساقوم بعمل سيرفيسز بالتايتل، هنا ساقوم بعمل سيرفيسز كما نشاهد هنا سيرفيسز بيج. او ماي جاد. اوكي، سيرفيسز بيج، جيد. اذا هنا وي ار ذا بيست بروجرامر. اوكي، داخل صفحه السيرفيسز بالتاكيد لابد اننا بحاجه الى عمل شيء اخر على سبيل المثال، وهي مثلا نقوم بعمل يو اي يس. اوكي، وهنا سلاش يو اي، وهنا ساقوم بعمل او ماي جاد ال اي. اوكي، سيرفيسز سيرفيس 1 سلاش ال اي، وهنا اقوم بعمل لازم، وهنا اقوم بعمل كوبي بيست. اوكي، وهنا سيرفيس 1 سيرفيس 2 كما تشاهدون، وهنا سيرفيس 3 سيرفيس 4 سيرفيس 5 وهنا سيرفيس 6. اوكي، جيد، وي ار ذا بيست. اوكي، هنا نقوم بتغيير be the best programmer throw Laravel camp. اوكي، جيد، هذا هو كل شيء. اذا الان قمنا بعمل صفحه خاصه بالسيرفيسز وانشأنا كل شيء على ما يرام. ما الذي ساقوم بفعله الان بعد ان قمت بانشاء بليد اسمه سيرفيس او قمت بانشاء فيو جديده؟ ساقوم بالذهاب الى الويب. في الويب تماما كما قمنا بعمل الراوتر الخاص بالاباوت، ايضا هنا ناتي الى السيرفيس. في السيرفيسز كما نشاهدنا بالتاكيد طبعا ليس من الضروري ان يكون نفس الاسم الخاص بالبليد موجود هنا، لكن بالمناسبه الراوت يذهب لي الى عنوان معين، تمام؟ قد يكون العنوان هنا سيرفيس ولكن الصفحه اسمها سيرفيسز. هنا في المهم الفيو التسميه تكون كما يجب حتى يذهب الراوت بشكل صحيح. جيد، هنا ريتيرن ساقوم بعمل ريتيرن للفيو. هنا كما نشاهد ريتيرن فيو، ما اسم هذا الفيو؟ هذا الفيو اسمه سيرفيسز. جيد، الان ساقوم بكتابته بشكل صحيح سيرفيسز. جيد، وهنا ساقوم بعمل كنترول اس ونذهب الى الراوت هنا كما تشاهدون. هنا دعونا نجرب. هنا الهوم بيج الصفحة الرئيسية. جيد، التايتل لارافيل، تمام. الكود البرمجي شاهدناه في اول درس، لن نطيل هنا. هنا اذا ذهبنا الى الراوت الاخر راوت اباوت يذهب لي الى صفحة الاباوت، تايتل مختلف، محتوى مختلف. جيد، الان سناتي الى الراوت الذي اسمه سيرفيسز كما نشاهد، وهنا انتر. جيد، رائع جدا، هنا تايتل اختلف سيرفيسز، وهنا هيد سكشن هيد 1 سيرفيس بيج، وهنا المحتوى سيرفيس 1 2 3 4 5 6 والاخره، وهنا بي ذا بيست بروجرامر ثرو لارافيل كامب. اوكي، ذاتس كول.
اوكي هذا هو كل شيء. الان نعود مره اخرى الى الكود البرمجي لنقوم بانشاء صفحات اخرى. اذا انشانا هوم اوريدي موجوده من النظام عند بعد الانستول، بعد كنا بانشائها سيرفيس الان انشاناها. الدرس القادم سنقوم بعمل بروجكتس وكونتاكت. الى هنا دمتم بخير، نراكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.